مرحبا بكم. مسلسل المدرب الترجي مازال متواصل، تعددت الأسماء وكثر الحديث عن حصول اتفاق وتم تداول أكثر من اسم، كل يتحدث عن حصرياته والكل يتحدث عن معلومات رسمية ومؤكدة. الرسمي والمؤكد غير موجود، بعض المفاوضات والاتصالات موجودة فعلا، لكن لماذا الهيئة المديرة لم تؤكد بصفة رسمية عن إقالة أو استقالة نبيل معلول إلى حد هذه الساعة؟ سياسة الصمت وترك الباب مفتوح أمام الإشاعات والتأويلات، غياب المعلومة الرسمية عن المصادر الرئيسية للجمعية كما الصفحة الرسمية في فيسبوك والترجي بلس، لم تنشر أي خبر أو صور عن عودة التدريبات واستئناف التحضيرات استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة العودة. لماذا كل هذا الصمت؟ لماذا لم يتم درء الشبهات وإبعاد الفريق عن الضغوطات خاصة في هذه الفترة الحساسة والدقيقة في تاريخ النادي؟ تساؤلات عديدة ومحيرة صراحة. ولكن مدرب الترجي القادم والأوفر حظا إلى حد هذه اللحظة هو معين الشعباني، جلسة جمعته مع رئيس النادي، الشعباني موافق وغير رافض وليس له أي شروط، والعائق الوحيد أمام تولي معين الإشراف على تدريبات الترجي هو الشرط الجزائي في عقده مع الفريق المصري وإيجاد حل وصيغة تفاهم لفك الارتباط مع ناديه. هذا هو السبب الوحيد اللي خلي معين الشعباني ما يكونش مدرب الترجي الرياضي التونسي في الفترة القادمة. هذا أقرب مدرب للأسف بقينا كل مرة نحكيه وكل مرة نسمع اسم وكل مرة يطلع لنا اسم، هذاك اللي موجود، معناها ما نشبش نجيبه معلومات يعني من مصادر عالمية أو مواقع عالمية، ولكن هذاك الموجود في تونس عندك مصادر إعلامية، فما بعض الاجتهادات وبعض العلاقات نحكي على نفسي اللي نجم نتواصل معاه ونجم ناخذ منها المعلومة اللي تنجم تكون أقرب، ولكن كما قلت لكم إلى حد هذه الساعة وبصفة معناها شبه رسمية المدرب الأقرب، ما نقولش المدرب اللي مش يتولى تدريب الترجي الرياضي التونسي، ينجم يتبدل في أي لحظة، تنجم يدخل أي اسم آخر في أي لحظة، ينجم يكون فما مفاوضات مع مدربين آخرين، ولكن معين الشعباني كما قلت لكم هو الأوفر حظا، خاصة بعد توضيح جدي التراوي ساعده في الترجي الرياضي التونسي في فترة توليه التدريب بطبيعة الحال، أكد وقال أنه المانع الوحيد لمعين الشعباني هو عقده مع ناديه والشرط الجزائي، وفما يعني حديث بين السطور وواضح أنه معين الشعباني مستحيل أنه يرفض عرض من الترجي الرياضي التونسي مهما كان الفريق اللي يتولى الإشراف عليه في الفترة الحالية، لأنه نعرف الناس كل يعني الترجي الرياضي التونسي وقيمة هذا الفريق العريق، وأي مدرب يتمنى يكون هو المدرب الأول للترجي الرياضي التونسي، ولكن كما قلت وديما نعاود باش نبقى نعاود إلى أن يتم الإعلان الرسمي أولا، وثانيا إلى أن تتم إصلاحات عميقة في الترجي الرياضي التونسي، إصلاحات جذرية تحسن النادي على كل المستويات. مشكلة الترجي ماهيش في مدرب، نعاود ونقولها ومش نبقى ديما نقول، لأنه أي مدرب حلم حياته يدرب الترجي الرياضي التونسي مهما كان اسمه مهما كان يعني تاريخه. ترجي معروف، ترجي فريق كبير، ترجي معروف عالميا وإفريقيا وعربيا، أي مدرب يتمنى يشرف على تدريب الترجي الرياضي التونسي، ولكن المشكل في الإصلاحات المهمة. بدأت تو تخرج إشاعات يعني عن الترجي دخل في مفاوضات مع لاعبين، الترجي مش يدفع ومش يحط مليار من أجل انتداب لاعب ينشط في الأولمبي الباجي. حكيت على محمد وائل الدربال انه فما خبر متداول في موقع نسمة سبور اللي قالت انه حمدي المد بيضع مليار من اجل انتداب محمد وائل الدربالي. تضخيم للامور واشاعات كما قلت لكم ينجم يكون خبر صحيح، فما مفاوضات وهو الاقرب، ونعطيكم انا معناه بكل وضوح انه الاقرب اللاعب هذا باش ينتدبه الترجي الرياضي التونسي، ولكن المبلغ مليار معناه بين قوسين مبالغ فيه صراحه. المشكلة كما قلت لكم انه فما اصلاحات لازمها تصير في الترجي الرياضي التونسي، تغيير جذري لمسؤولين في الترجي الرياضي التونسي حكينا عليهم وقلناهم والناس الكل ولات واصبحت تعرف. باش نسكروا المواضيع هذه يزم يخرج بلاغ رسمي من ادارة الفريق عبر الصفحة الرسمية عبر الترجي بليس، او يتحدث مسؤول في الترجي الرياضي التونسي
ويعطينا شنية يعني مش يصير في الفترة القادمة، كيفاش الهيئة قاعدة تفكر، هل أنه مش يكون مدرب يكمل المهمة إلى نهاية الموسم وبعد يجي مدرب آخر يعني يحضر البروجي متاعه في عقله، هل أنه المدرب اللي مش يجي تو مش يكمل مع الفريق للمسابقات القادمة اللي استنى فينا كما حكينا عليهم سابقا في الصيف وفي آخر العام. يعني عديد التساؤلات كما قلت لكم، نحاولوا احنا نجتهدوا باش الجماهير الترجي الرياضي التونسي تحاول المعلومة اللي فيها مصداقية، لأنه برشا مواقع كما شفتوا برشا صفحات وبرشا قنوات قاعدة تتحدث وقاعدة كل واحد يعني كل يغني على ليلاه من أجل يعني مصالح ضيقة ومصالح خاصة. الحاجة اللي لازم تصير كما قلت ونعاود أنه لازم تكون فما إصلاحات كبيرة ونصلحوا على قاعدة صحيحة ونتلموا الناس الكل، وبحول الله ترجي مش ترجع أقوى من قبل. حدث وطني لأنه ترجي الرياضي التونسي كي يدخل في أزمة، هاكم شفتوا يعني من منذ نهاية مباراة الأهلي المصري واستقالة نبيل معلول، القنوات التلفزية والإذاعات والمواقع الحديث والموضوع الوحيد هو ترجي الرياضي التونسي، الناس كلها تخدم كان على الترجي الرياضي التونسي. كما قال سليم شيبوب، معناها خدمنا باش نخليه أو باش تصبح هزيمة الترجي حدث وطني، وبالفعل الترجي الرياضي التونسي حدث وطني. أخبار الترجي الرياضي التونسي الناس كلها كم تشوفوا تلوج على الأخبار، جماهير النوادي الأخرى كلها قاعدة تتبع في أخبار الترجي الرياضي التونسي باش تعرف الكواليس. بعض الأمور الأخرى اللي قاعدة متداولة في الفترة الأخيرة بين زوز أطراف قاعدين يتبادلوا في التهم، واحد ذكر ما يليقش بينا، شخصيا ما ندخلش في الترهات هذه ولا نعطي الحق لحتى طرف مهما يصير ومهما يكون. الترجي الرياضي التونسي يبقى أكبر من كل اسم ويبقى أكبر من كل الحكايات هذه الفارغة، وبالتالي الترجي إن شاء الله مش يرجع قريبا للسكة الصحيحة وكل حد مش يشد بلاسته بطبيعة الحال. المشاكل هذه تقوي الترجي الرياضي التونسي أكثر، رأي المشاكل هذه مش ترجع الترجي الرياضي التونسي مش يسيطر 5 و6 سنين و7 سنين أخرين إن شاء الله على البطولة الوطنية، وبش يرجع أقوى في القارة الإفريقية. متأكدين أنه الترجي الرياضي التونسي برجاله ومستحيل يعني نكونوا كما بعض الجمعيات ولا مش ندخلوا بعضنا ولا مش تصير مشاكل بيناتنا ولا فتنة بينات أبناء الترجي الرياضي التونسي، نتناقش ونعطيه رأينا بكل حرية، ننقدوا الناس الكل، ما فهم حتى إنسان يعني ما تنقدش في الترجي الرياضي التونسي. إذا إنسان غلط راه نقوله راه غلط، إذا إنسان زاد عمل حاجة باهية نقوله الإنسان هذا عمل حاجة باهية. بالنسبة لي نبيل معلول عدى فترة في الترجي الرياضي التونسي أخطأ وأصاب والنتائج حكمت في المرحلة الأولى، ولكن إن ندخل في حاجة أخرى في سب وفي أو في شتم ذاك مستحيل أن نكون معاه ولا مستحيل نوافقوه كجمهور الترجي الرياضي التونسي. يبقى ابن الترجي الرياضي التونسي، فشل في مهمته نتمنى له الخير في مهمة أخرى. إذن متابعين الكرام هذه أهم النقاط اللي حبيت نتحدث عليها وحكينا عليها برشا مرات، ولكن للأسف تسارع الأحداث وبرشا كلمات قاعدة من هنا وهناك، حبيت نجاوب نوعا ما عن بعض الإشاعات كما قلت لكم. ما تنسقوش وراء برشا كلام وبرشا أوهام يبيعولكم فيها وبرشا أحلام وبرشا حاجات ماهيش منطقية، خلينا واقعين، خلينا الساعة نعرفوا اسم المدرب وبعد نقيمه ونعطيه رأينا لأنه المدرب المناسب في الوقت المناسب، مع أني يعني عندي برشة تحفظات على بعض الأسماء المتداولة. خلي كل حاجة نحكيه عليها في وقتها. دمتم أوفياء لقناتكم بكام سبور، وإن شاء الله نتقابلوا في أخبار جديدة.